وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته يوم أمس إلى جمهورية تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. وقد توجه موكب جلالة الملك المفدى إلى القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبل جلالته فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد جرت لجلالة الملك المفدى مراسم استقبال رسمية. Olur kütlesi. Görüşürüz. Hazırdır majeste. ثم استعرض جلالة العاهل المفدى حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. ثم صافح جلالته كبار مستقبله من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، بينما صافح فخامة الرئيس التركي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى.
ولدى وصول جلالته تفضل حضرة صاحب الجلالة بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نصل اليوم إلى الجمهورية التركية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة من أخينا العزيز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أن نعرب عن اعتزازنا بهذه الزيارة التي تأتي في توقيت هام يستدعي التكاتف والتعاضد بين دول المنطقة لتحقيق أمال شعوبنا في إحداث نهضة قوية وشاملة في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضع حلول دائمة تضمن الأمن والرخاء للجميع. ونؤكد أن زيارتنا لتركيا صاحبة الدور المحوري في المنطقة ستكون فرصة للارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين لمجالات أرحب وتعزيز التشاور والتنسيق إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية، بما يدفع العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين خطوات للأمام وعلى جميع المستويات والأصعدة كافة. وأننا نقدر عاليا مواقف الجمهورية التركية الداعمة للمملكة والرافضة لكل ما يمس أمنها واستقرارها، فإننا نجدد مواقفنا الثابتة والرافضة بشدة لأي مساس بالشرعية الدستورية، وذلك بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، ولأي محاولة من شأنها زعزعة الأمن والسلم في الجمهورية التركية، ودعمنا لكل الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية لتعزيز استقرارها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة جهود التنمية والازدهار للشعب التركي الشقيق.